أهلا بكم في وين وين مغاربي. رشح مهاجم المنتخب الجزائري إسلام سليماني منتخبي المغرب ومصر للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا كوديفوار 2023، وذلك في حوار خاص لبرنامج طالون دافريك على قناة كانال بلوس. وأكد سليماني أن طموح الخضر هو الذهاب إلى أبعد مدى ممكن في المحفل القاري المقبل. شارك الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر أساسيا في مباراة فريقه ميلان أمام ساليرنيتانا للمرة الأولى هذا الموسم بعد العودة من الإصابة التي تعرض لها في شهر مايو الماضي، ما يمنح الطمأنينة أكثر لمدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي من أجل الاعتماد عليه ضمن الركائز الأساسية لتشكيلة الخضر في كأس أمم أفريقيا 2023. قررت محكمة التحكيم الرياضي إغلاق ملف النزاع بين النادي الصفاقسي واللاعب النيجيري أكينيتو بسبب عدم تمكن إدارة النادي والاتحاد التونسي لكرة القدم من تحويل رسوم التقاضي في المواعيد المحددة، ما دفع المحكمة لإلغاء الاستئناف وإغلاق القضية نهائيا، وأصبح الصفاقسي ملزما بدفع 240,000 دولار إلى اللاعب النيجيري الذي لم يلعب دقيقة واحدة مع الفريق. ذكرت صحيفة كيكر الألمانية أن نادي سانت باولي يضغط في الكواليس من أجل إقناع النجم التونسي إلياس سعد بعدم المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا كوديفوار 2023. أكدت تقارير صحفية مغربية أن مدافع نادي بريست الفرنسي أشرف داري رفض فكرة العودة للدوري المغربي أو لفريقه السابق الوداد الرياضي، ويرغب في مواصلة الاحتراف خاصة بعد تلقيه عروضا من فريق إسباني وآخر بلجيكي وأيضا من دوري روشن السعودي. أبدى الدولي المغربي إلياس شاعر لاعب كوينز بارك رينجرز الإنجليزي رغبته الكبيرة في المشاركة مع أسود الأطلس في النسخة القادمة من نهائيات كأس أمم أفريقيا بكوديفوار مطلع السنة المقبلة. ختام النشرة، إلى اللقاء.